dig gouging. يا قلبي عمك يا ساتر. هذا جماعنا داش ال اف دي مع ليجند. قلنا خلينا نسوي تيست نشوف شو راح يصير. طبعا انت تبغى انت شفته بوس ماكو اختفى. يا يما لازم 30 فريم. اح والله خفيت الدمج. المشكلة انه وياي ضعاف احد ما عندهم السالفة هذي. تحس تشيتر داخل الله وين راح؟ والله مساكين قاعد يدمجون والله. اح ولا اقراع. ايش راح نسوي الحين؟ لازم اضبط الوضع لازم اضبط الوضع. لازم تنظف عدل. هو يساعدك ونفس الوقت يعني يعطيك امل بالحياه. انت شنك انت معلش بالكلمه. ان شاء الله يعني تي هذه هذه الثانيه طالع تعال. هذا بدون ام بس كذي بدون ام. يا ساتر عاد هذا بروحه ام مسطره. اللي ذابحنا هنا طبعا هذا الساحرة. الساحرة طبعا اي ملم. طبعا في واحد لفت عبالي ان انا تشيتر. ما ادري ايرور حاشا ما ادري. ما يدري بسالفة الجلتش اصلا. هذا حطها الحين بيقط لي ولد بسرعه قط لي ولد. لا 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 تموت تكفى تكفى تكفى. اي قوري تكفى العج. الزبن حاج داخل الزبن. شيلد بيب انتباري ولا غير انتباري. انا بسحك ماكو انا انتباري. والله ما ادري الا كم طلقة بمسح فيهم البوس. الحاج دش داخل عشان لا تموت. بارك الله في الطلقات. انا لازم اموت. شدش داخل اوكي. بس وين اصلا هناك؟ طبعا هذا بلدي اساسا انا مال الجرنيد. انه ثلاثة نيد على الايد الجديدة للمعلومية بس الشباب كلهم.
اللي قاعد يطالعون طبعا الفيديو هذا اللي انا حاطه البلد، هذا هو هذا بلدي انا الاساسي حق الجرنيد وكول داون كذي، عشان احد يقول انه والله ها ما انت شكلك نايت حاط، لا هو هذا كو جريس فريم، هذا جريس فريم، هذا الجلتش مالهم حسب ما احنا قاعد نتكلم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالضحك، يعطيكم العافية.